جبنا لكم الإيطالي والألماني والبريطاني، شو جبنا لكم آخر سيارة؟ والله نسيان. والألماني مرة تانية، فحرام ما نجيب سيارة أمريكية. وهاي السيارة هي كورفت الجديدة 2021، سيارة لا بأس بها يعني صراحة، شكلها من برا ملفت يعني، بتحسها سيارة مثل بتحسها فيراري عن جد، عم بمزح. حلو، سمعته بالنفق كيف بيطلع الباك فاير. اعطينا واحد. سلام سلام، 10 من 10 من هلا، بس انه ما غادرتني بالتصوير. ورني ربك على السيارة، لا تجرب هذا في المنزل. من جوا حلوة على فكرة. فتنا حالي شو الوخ خيي، شو بك؟ عم بقلبك. طبعا هي بتجي بموتير 8 سلندر، يا ريتها جاي ب10، والله العظيم كان السيارة رعب حتطلع، بس انه ما بيها شيء، جدا جميل ورائع. اسمعوا لي الصوت اللي عليها، وسريع يعني الستوك، هي هلا فول الستوك، مش عليها ولا قطع تعليق، سريع نار، وصوتها حلو ولونها حلو. انا ملونها هيك، بيجي لونها احمر من الشركة، بس انا غيرت لها لونها. يعني والله ما بعرف، ما شفتهاش، بس انه يعني انتو شفتوا انه انا مع حمار السويقة بهاللعبة. خلينا نسمع الباك فاير، يعني اخرى باك فاير، سوري على الكلمة يعني، بس انه كتير خرع الباك فاير طبعا. بعده لحقنا، هاي روح يا عمي روح، والله بجيب لك الجي تي ار مسح فيك الاراضي ولك كلب. طيب ماشي ماشي يا كلب، طيب اوكي، ان شاء الله تكون معدله للجي تي ار، واضح اني مش معدله. ماشي، هيديك ما ححط لها 10 من 10 لانه الباك فاير كان مش حلو ابدا، ما عجبني. هلا هي معدله الجي تي ار، بس لحتى ربي له هي الكلب اللي وراي، عامل لي حاله معه بام انه بده يكسر لي راسي، وفشر يكسر لي راسي. انا البنجان خرا وخرا، ما في سيارة الا ما طلعت بوجه بهالحلقة. انا بفرجي ولا معي جي تي ار، انا مين انت لحتى تيجي توقف بوجهي ولا حرامي؟ شايفين هاي السواقة عقصولة، ما تفكروني ما بعرف سوق، انا ورد ظاهر اني ما بعرف سوق. شايفين بعيد عني 400 متر، هي اللي معه بيقام مفكر حاله سريع. ايه كتير حلو، يلا روح من هون، روح ربيناه. ليش كل العالم بالزلطة هالحلقة؟ 1 2 3، اوه انت كتير حلوة بالزلطة. ايه هاو هاو، بدنا بنات بالزلطة، احنا مش صبيان. هي ركابة تا، عيب عيب شباب، عم نمزح. تعالوا بلكي بنشوف حريم هون، شو رأيكم؟ وين الحريم يا شباب؟ اوه في هونيك حريم، يا سلام مجموعة حريم. شو شباب شايفين، انا عم زبطكم بهالحلقة، عم فرجيكم حريم يا شباب. 1 2 3 3 حريم، لازم اقعد انا يعني، في 3 صبيان وثلاث حريم، خلينا نشفط حواليهم. اوكي حفصناهم بالغلطات لنهرب. ماشي ماشي، هلا صح انه هاي السيارة عليها كل القطع، صح انه عليها كتير قطع وسريعة وكل شيء، وصح انه عدت الجملة مرتين، بس انه هالسيارة عن جد كتير حلوة، يعني كتير حلوة. هاي بحط لها 20 من 10 يعني بالراحة، يعني ربيته لهي اللي معه بأم. شايفين هاي الكلب اللي كان عم بيشبه علي انه معه بأم، ربيته. خليني اقول له وانا ريس، خليه يجي ومسح فيه الاراضي وانهي الحلقة. يلا يا كلب، قهرني يا زلمه.
هاي دي بعطيها 20 من 10، قلت لكم يا شباب كتير بحبها السيارة، خصوصا مع هاي الستيكر اللي حطيته عليها. اللي ما بيعرف بعتقد هادي الستيكر على حسب ظني. لك جاب، لك شو جاب الزعبار؟ طب ماشي يلا تعال تعال يا خ... يا حلو تعال جيب فورمولا 1. شو انه شخصيته ضعيفة يا زلمة. يلا تعال تعال صح، اني مشيت قبله بس معه فورمولا 1. لا لا شوفوا انه ما فيكم تستهينوا بالجي تي ار. لايكو لايكو فين اردته باربع عواميد بالقليلة، 300 متر بينه وبينه يا حرام اخس. خليني اعمل لايك واحد يضحك. يلا شباب ما نشوفكم بالحلقة الجاية، بتمنى ان تكون عجبتكم هالسلسلة. صحيح انه ما اعطيناها حقها باول حلقة، بس انه كانت هيك مثل يعني توضيح للسلسلة، عرفتوا علي كيف؟ فبتمنى ان تكون عجبتكم، اذا عجبتكم حطوا لايك، وما عجبتكم كمان بتحطوا لايك بتقولوا ليش ما عجبتكم. بتمنى انه نلاقي دعم على هيدي الحلقة. نشوفكم بالحلقة الجاية. Peace.